إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي كرئيس جمعية رياض السلام للتنمية والتضامن وباسم أعضائها، كان اليوم يوم مشهود، يوم تاريخي للحي بافتتاح الموسم الجمعوي للجمعية بحضور مدعوين وبحضور الساكنة، وكانت هناك فقرات متميزة، وكانت هناك أنشطة من خلالها وصلنا للحضور درجة الوعي ديال الساكنة بالعمل الجمعوي، وإن شاء الله بحول الله غادي يكون عندنا برامج مكتفة مع أنشطة إن شاء الله من خلالها غادي تمس جميع الميادين الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك التضامنية. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر المدعوين اللي جاوا، السلطة المحلية وجماعة ممثلي الجماعة المحلية وجميع الممثلي كذلك المديري المؤسستين التعليميتين الموجودة في التراب ديال الحي. ومن هذا المنبر ديالكم كنبغي نوجه التحية للساكنة ساكنة رياض السلام على انخراطها في العمل الجمعوي، عمل مبدأه الأساسي هو التطوع والاستقلالية. إن شاء الله قريبا سوف تكون هناك أنشطة متنوعة بحول الله. معكم الحوزي محمد، واحد من ساكنة هذا الحي رياض السلام. أول شيء أتقدم الشكر للإخوان اللي سهروا على خلق هذه الجمعية اللي هي جمعية رياض السلام للتنمية والتضامن، اللي غادي يكون عندها الأهداف إن شاء الله ديال رياضية ثقافية تضامنية إلى آخره. وحنا وهذه الجمعية كساكنة حنا وهم ماديا ومعنويا. واحد من ساكنة رياض السلام بجماعة سيدي حجاج بإقليم ديونا، كنبغي نشكر الساكنة كلها في مجموعة الخمس على الحمد لله على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها كاملين ذكرانا وإناثا في إنجاح هذه المكتسبات الحمد لله اللي تحققت، سواء متعلقة بالحديقة أو بالواجهة أو بالنظام العام للإقامات. كذلك كنبغي نشكر الإخوة أعضاء المكتب واللي ساهموا الحمد لله ووصلوا ليلة بالنهار في تأسيس هذه الجمعية المباركة اللي هي جمعية رياض السلام للتنمية والثقافة